هدى عبد الناصر ابنة الزعيم جمال عبد الناصر في حوار خاص مع وائل الإبراشي. هل نحن في حاجة إلى استعادة جمال عبد الناصر من جديد؟ لماذا ترى هدى عبد الناصر المشير السيسي هو امتداد لأبيها جمال عبد الناصر؟ هل الطريقة التي تعامل بها عبد الناصر مع جماعة الإخوان الإرهابية هي أفضل طريقة لحماية المجتمع من شرورهم؟ أسرار العلاقة بين جمال عبد الناصر ومؤسس جماعة الإخوان حسن البنا. هل يتآمر الأمريكان على ثورة 30/6 كما تآمروا على جمال عبد الناصر؟ لماذا فضلت السيدة تحية عبد الناصر التي تحل ذكراها اليوم أن تخدم مصر بمساندة زوجها دون أضواء؟ انتظرونا في 10 مساء وحلقة هامة مع وائل الإبراشي الليلة على دريم تور.